وخلال تصريحه لمركز الأخبار، أوضح رئيس الإتحاد البرلماني الدولي السيد وارتي باتشيكو أنه سيدعم اقتراح معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب باستضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي 2023. هذا وأكد رئيس الإتحاد البرلماني الدولي أن استضافة هذا الاجتماع بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان ستكون فرصة سانحة لهم للاطلاع على ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ديمقراطي وحقوقي كبير. يمكن للأشخاص من البحرين ومن المؤسسات والبرلمان أن يرووا قصة نجاحكم. لقد أظهرت رئيسة مجلس النواب أهمية استضافة إحدى الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي في بلدكم في العام المقبل، وبالطبع هذا ليس قراري ولكنه قرار صادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، لكنني ملتزم جدا بالحصول على الموافقة على ذلك والحضور إلى البحرين بجمعية عامة واحدة للاتحاد البرلماني الدولي، لأن ذلك سيستقطب أكثر من 100 رئيس برلمان مع أكثر من 2000 برلماني من جميع أنحاء العالم من أكثر من 150 دولة، وإذا جاءوا إلى هنا سيرون بأعينهم الواقع البحريني من تقدم ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسان. في بعض الأحيان يكون من الأفضل رؤية الأشياء بأعيننا بدلا من قراءتها من تقرير، وبالتالي مع هذه الفرصة يمكنك أن تظهر للعالم التقدم الذي حققته البحرين، وأعتقد أنه ستكون لديكم نتائج جيدة ستأتي بالفائدة، وإن استطعنا أن نلتقي هنا ونظهر لجميع السياسيين في جميع أنحاء العالم التقدم الذي حققتموه في المجال الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة للجنسين والسياسة ودمج الشباب وما إلى ذلك.